السلام عليكم حبايبي، اليوم سوي لكم زردة. طبعا تمن تنقعه، تمن اي تمن عندك، بس انا تمن هذا الناعم المدعبل هو الاحسن شيء تقريبا، طبعا حسب الرغبة، بسمتي او عادي او عنبر حسب اللي تحبوه. شوفوا طبعا سويتها هيك، حطيتها بالمي يفور مدة تقريبا يعني 20 دقيقة، يفور بمي اول شيء على عين عالية، بعدين نصيته. هسه شوفوا شلون صار، تقريبا شو تماسك كله، يعني شلون مثل المرقه خلينا نقول، يعني ايش تماسك، شلون بتماسك مبين يعني المي تخين. المهم شو تحطوا له المكونات؟ طبعا هيل مطحون، هذا هيل مطحون، تحطوا له شويه هيل مطحون، طبعا بعد شويه بس الخاشوقه، الهيل حسب الرغبه، ناس يحبوه هواي ناس يحبوه. هاي المطحون او اذا حبيتوا هاي العادي تحطون ماكو اشكال، بس هو المطحون شوية اشوفه برأيي يعني احسن. حطيتوا الهيل، بعدين حط صبغ لوزينة، هذا الصبغ لوزينة طبعا تحطون شوية لين يعني. شوية تحطون وتجربون لين تصير صفرة كلش، فانتو شوية شوية تحطون وتحسب اللون، تحبوا قوي تحبوا ضعيف لونه، شوفوا هاي باهت حسب الرغبة. اشوف لونه هيك حلو صار، بس شوية دب اللون بعد اكثر، ونزله بعد قطرتين شوية بعد يعني تعرفون الصبغ لوزين يصير قوي اللون مالته. طبعا هو الصبغ لوزين بصورة عامة يعني خليكم المشاهدين يعرفوه انه اي صبغ يعني ما بي لا طعم ولا شيء، بس مجرد لون، يعني يستعملوه الحلويات بالكيك من يسوون كيك، هاي يسوون الكريمة يحطوا لها لون، بس مجرد لون يعني. طبعا اكو احمر اكو اخضر اكو، بس انا يعني مو ما اسويها خضراء تبين خضراء، احنا نحبها صفراء نسويها بالاصفر، بس مجرد لون يعني. بعد ما حطينا الشكر العفو، بعد ما حطينا الهيل حطينا الصبغ لوزينة، نحط قطرتين من هذا مي ماء الورد، ماء الزهر، ماء ورد هو يعني، اكو ماء ورد بالعراق عندنا هم نحط تستعملوه تقدرون، بس شنو قطرتين لان هذا كلش قوي، قطرتين هيك بس مجرد نكهة، بس هاي تحطون لان كلش قوي طعمه، ما اريد طعمه يصير عبارة عن مي ورد. زين هاي تحطوه هم مفروطه، تفوطوه شويه شوفوا شلون تخينه، شوفوها تخينه. طبعا انا منصيه النار حتى ما تلشع، لان تم تعرفون وثقيل ينزل جوه حتى ما يلشع، منصيها. هسه شو نسوي بعد ما خلي المكونات الهيل وهاي الشغلات؟ نخلي السكر، الشكر طبعا حسب الرغبة، تحطون شوية وتذوقون، تحطون شوية وتذوقون لحد ما يقتنعون انتو بالحلا. اكو ناس ما تحبها حلوة حيل، اكو ناس تحبها حلوة عسل، واكو ناس طبعا كل من ورغبته. طبعا بالاخير نحط لها تنسون الدارسين، كلش مهم بالوجه، زين بالدارسين، الدارسين تكتبون عليه كتابات، اكو ناس اكو يا الله يا محمد يا علي، واكو ناس يكتبون اشكال يعني. زين فهي معروفة، احنا عندنا بولات الرسول صلى الله عليه وسلم معروفة الزردة العراقية، يعني شيء مو طبيعي. اعزائي المشاهدين طبعا هاي قلت لكم تذوقوها وتشوفون، انا هسه راح اذوق شوية شوية وهم اشوف شكرها شلونه. طبعا اللي يحبها ثخينة واللي يحبها شوية اخف يقدر يحط لها مي بعد. طبعا انا برأيي بعد ما اخلصها ان شاء الله تصير، طبعا هذا ربع الشكر، بعد ما اخلصها شو اسوي يعني؟ راح اخلي لها اضربها بالخلاط. ليش اضربها بالخلاط؟ يعني حتى التمن ما يظل هيجي حب وناكله، اضربها بالخلاط كلها حتى تطلع شكلها كلش حلو. طبعا راح اضيف لها بعد مي لين كلش تخين تصير، من هنا اضربها مي وبعد تبرد راح تصير عباره عن طبقه واحده، بصراحه انا ما احب اكلها طبقه واحده، يعني احب هيجي اكلها شلون انه يعني قطعه هيجي، يعني من احبها هيجي هو هالمستوى احبها. وان شاء الله بدنا نكمل الفيديو، بس تشوفون شو
شوي شوي ويا الخطوات ويا وكملكم اياه. اعزائي المشاهدين بعد ما كملناها طبعا حطيت لها مي بعد وحطيت لها شكر حطيت لها همين هيل وحطيت لها المي ورد والصبغ همين شوي حطيت لين كثرت المي بيها ومثل ما تشوفون بهالطريقة صارت باعوا يعني انتو تحكمون بطعمها انتو تذوقون شوي شوي لحد ما اقتنعون بالطعم بالشكر والهيل. المهم انا شو اسوي اضربها بهذا المضرب حتى شنو التمن تروح حباته. يصير خلاط مال العطور اللي مثل هذا حطهم بيه شوي شوي وطلبون شوي خليها على النار بعد شوي لين هاي التبن مو تكسر الرز من يتكسر بيفشي خفيف هيك احسه خليها شوية تفور طبعا تحبون تضيفوا لها مي شوفوا شلون تخينه شوفوا هيجي معناته كلش اوكي تريدون تحطوا لها مي بعد شوي تخفوها ماكو اشكال هسه شوية واصبها. أعزائي المشاهدين مثل ما تشوفون كملت عندنا كملت الزردة وهاي هنا أنا حطيت بالمقلاية بالطاوة حطيت اكو زيت ناس تحط واكو ناس تحط سمن نباتي واكو سمن حيواني واكو زبد يحطون اكو ناس فحسب الرغبة بصراحة واكو زيت متوفر عندكم أنا بصراحة متوفر زيت عندي هسه حاليا فراح أحط زيت مثل ما راح تشوفون شوفوا وياي السمن النباتي والسمن الحيواني اللي هو الدهن الحر عندنا احنا نصيح له بالعراق. شوفوا اعزائي المشاهدين طبعا شوفوا شلونها نحط بالمعون مكوناتها سهلة وسريعة. شوف اعزائي المشاهدين حطينا زردة بالمعون طبعا هاي هنا بتحط لها لوز حسب الرغبة طبعا. خلي اجيب الزيت اول شيء لازم تدير الزيت طبعا مثل ما قلنا السمن اطيب انتي كل ما عاود تحطوا له شويه حطيته شو نسوي هسه نحط الدارسين اللي هو القرفه يصيحوا له بعض الدول شوف شلون طبعا بشكل ناس تحبه واشكال طبعا انا بايد واحده ما اسيطر بصراحه يعني المفروض ارسمها رسمه حلوه بس كوني بايد واحدة تعذرونه حطلع على ابيض احلى اعزائي المشاهدين كملت طبعا هذا الدارسين احنا نصيح له والقرفة نصيح له مطحونة حطيناها هنا وألف عافية تحياتي شيف سنان العبيدي من ألمانيا.